بنهضة الوعي الحديثة يصل صباح الغد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لعمان قائد النهضة إذانا لعصر جديد. من على هذا الجبل وقف يرسم مشهداً لم يكتمل في نظره بعد، ونراه ويراه المتأمل المنصف مشهداً حضارياً حافلاً بالمعاني والدلالات. كان السؤال الملح عندها: هل يستطيع؟ هل المكان والظروف مواتية؟ هل ثم من يعاونه على ما يصبو إليه؟ ومن علٍ عقلها فتوكل. تفاعلت في دواخله بضع أحلام راودته لقدرته على النفاذ لخيالات أناس بسطاء، وأحلام الشباب التي قضاها هنالك، والتي لخصها في توحيد دولة منقسمة، بيد دونها بيد، وليس انتهاء بدولة عصرية غنى العماني لاحقا بمجدها فاغتنى. استقرت الأرض تحت قدميه قائلة: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلد ركوب الخطر. لذا جاهر بأحلامه، تلقفتها آذان من حوله، توجهوا نحوها وصوب أفكاره المشروعة، كانوا تحت جناح توجيهاته التي لاقت هوىً في أنفسهم مرددين: تهون علينا في المعالي نفوسنا. مولاي سيروا بنا في كل معترك، من خلفكم قطع البيداء نطويها، البحر نشربه والصخر نأكله والنجم نقطفه والنار نكويها، الليل نشعله والجمر ننفثه والضبع نمهله والأسد نشويها. حب الشجاع الحرب أورده الحربة، فهو الموقن أن التطور ساحة حرب، والنهوض بالدولة معركة شائكة، فعز على الابتسامة أن تبقى على محياه لثوان معدودة، والشعب منبهر بمسيرة تستدر من العيون دموع الفرح. أما هو ما زال يحلم ويحلم ويحلم، وتكبر عمان كلما حقق واحدا من أحلامه. ها لهم ما صنعه الرجل الأول، فأضحى وجهه وضاحا وثغره باسما. هو رجل أفعال، لا يخطب إلا مرة كل سنة لبضع دقائق فقط، يحدد معالم مستقبل قائم على إنجازات محققة. خطاب كلماته الهادئة لها وقع خطى وأثر لا يبلى، يحكي حقيقة العمانيين الذين يؤمن بهم والذين هم امتداد له في عظمة ومصير هذه البلاد. وبالرغم من ذلك، لا يجد بدا من استراحة محارب يوائم فيها ما وعد مع ما أنجز. هم يرونها إنجازات تحوي عطاء يأسر الروح، ويرونه حضورا قياديا معطاء يفيض ودا، وتراه كذلك الشهادات والكتابات والتصريحات التي تنطلق من مختلف دول العالم وعواصمه ومؤسساته الدولية. فهذا وذاك جعلهم ينساقون نحوه ليتماهوا معه ومع حلمه الأكبر والأعظم، عمان. بناها فأعلى بناءها، ولأنه سلطان عظيم صغرت في عينه العظائم. وما اكتفى بذلك،
فمن فك يذكرهم بما تحقق على أرضهم من مكتسبات يتطلب منهم الواجب الوطني الحفاظ والإضافة عليها. فمن غفل أفل، ومن كان في أوطانه حامياً لها، فذكراه مسك في الأنام وعنبر. فمشوا خلفه مرددين اسمه مقروناً بعمان، وضميره يجيبهم بقدسية الوطن. تلك قصص الوفاء القادمة من الزمن الجميل، جعلت البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وكلما تراخوا أو مالت بهم الدنيا أطل عليهم دون مناسبة أو سابق وعد في أماكن سكناهم، فترجح كفة الوطن إلى جانبه فيلتفون حوله، فتأخذهم الجلالة للعمل الدؤوب المخلص، وليعودوا إلى ديدنهم في البناء. إيمانهم بإخلاصه وصل إلى سقف كفاية، وما يزال يكلأهم باهتمام أبوي، وما زالوا يبحثون له عن أسمى وأنقى آيات الشكر والعرفان. لا شكر يرقى ولا عرفان يا أبتي إلا تحية قلب إذ يؤديها.